ثم أما بعد، فما زلنا مع ما يسر الله عز وجل من بصائر الآيات والهدايات من أوائل سورة البقرة، من هذه المفاتيح الربانية للكون وللأنفس، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مفاتيح هدى للمتقين. المتقي المؤمن الذي يحب أن يصل فعلا إلى مقصوده من العبادة ويجهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن ينتقل من ديار العادة إلى منازل العبادة، ذلك هو المتقي. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وجاءت صفاتهم كما تعلمون، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكرنا قبل بصائر عن الصلاة، وكيف أن الصلاة حركة في المجتمع وحركة في الوجدان، وجدان القلب المؤمن. نتحدث اليوم بحول الله عز وجل عن الصفة التي تكسبها الصلاة العبادة ويكتسبون بها، ذلك المعنى الذي وصف به المتقين. وذكرت قبل إنما المتقي من جاهد واجتهد كي ينتقل من ديار العادة إلى منازل العبادة. تعلمون قول الله عز وجل في الآية الجامعة المانعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الحصر العجيب الذي جعله الله عز وجل غاية الخلق، غاية الخلق أي غاية صناعته سبحانه، وإنما صناعته الخلق والتدبير، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حصرت غاية صنعته عز وجل في أن يتفرغ الإنسان لعبادة الله. وقد ذكرت في سياق آخر أن الإنسان مقصود هنا أصالة وإن ذكر ثانيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر الجن قبل الإنس إما لأن الجن سابق في الخلقة على الإنسان، وهذا معروف بنص القرآن، وإما لأن الجن أقرب إلى عالم الغيب منه إلى عالم الشهادة، وإنما الإنسان ساكن الشهادة. أما من حيث الغاية والقصد، يعني قصد العبادة، فالإنسان أوغل وأعمق قصدا في هذه الآية، يعني أن الله عز وجل علق وأناط مسؤولية العبادة بالإنسان أولا وبالجن تبعا، ولم يعلم في الكتاب ولا في السنة رسول من الجن ولا نبي، وإنما الذي علم أن الجن صدقت الأنبياء والرسل واتبعتهم ولزمهم اتباع رسل الله من الإنس، وما صورة الجن عنا ببعيد، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، الآية. والحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لقيت وفد الجن من اليمن فكانوا أكثر منكم سمعا وطاعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ما ذكرت لهم قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب. وإنما القصد من هذا الاستطراد بيان أن الغاية التعبدية متعلقة بالإنسان أكثر مما هي متعلقة بالجن. صحيح غاية خلق الجن إنما هي العبادة، ولكن غاية خلق الإنسان أن يرتقي بمنازل العبادة ليكون أهلا للأمانة التي حملها، والتي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما نسبة الجن من هذا الكون الفسيح، السماوات والأرض والجبال وما بينهم؟ فكان الإنسان إذن رمزا من رموز الكون وليس خلقة عادية وكفى. من هنا كانت العبادة المنوطة بالإنسان أن ينتقل من ديار العادة إلى منازل العبادة، والمنازل الدرجات، يعني يرتقي ويعرج إلى ربه عبر معارج العبادة حتى يكون من الصديقين، تلك الغاية التي طلبت، ليبلوكم أيكم أحسن
عملا. أحسن صيغة تفضيل، فالمطلوب الأحسن وليس الحسن وحسب. والله عز وجل خلق الإنسان من طين، من صلصال كالفخار، وطبيعة الخلقة الأرضية ثقيلة، ثقيلة أي أنها ترتبط بعلائق التراب. ولذلك عجبت الملائكة من قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم الملائكة الذي أخذوه من علم الله عز وجل علم جزئي مرتبط بمكان معين وبحالات معينة. وذلك أن طبيعة ساكن الأرض قبل الإنسان من الحيوان، البهائم، الوحوش، وما يمكن أن يكون قد كان مما الله به عليم، طبيعة ترابية، والطبيعة الترابية تميل إلى الفتك والسفك وقانون الغلبة. والله عز وجل جعل قانون الغلبة ميزانا لتوازن البيئة الأرضية، كما هي الوحوش في الغاب، بعضها يفترس بعضا، ولكن بذلك يكون توازن الحياة البيئية. فلولا تدخل الإنسان لبقيت الأمور كما هي عليه منذ القدم من التوازن والميزان. وإنما الإنسان إذا تدخل في الفضاء أو في الماء أو في الأرض أفسد ولم يصلح، كما هو واقع العالم الأرضي اليوم. ذكرت ذلك إذ عجبت الملائكة من هذا واستفسرت ربها متعجبة من أمره سبحانه وتعالى، فقال لهم ما قال؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. من أهم ما جعل له الإنسان إني جاعل في الأرض، من أهم ما جعل له الإنسان في خلافته الأرضية أن ينتقل من التراب إلى السماء، طبعا ليس ببدنه ولا بطائراته ولكن بوجدانه، أن تكون له القدرة كي يتخلص من أسر التراب ويستجيب لنداء السماء كلما نودي عليه أن اتق الله أو تب إلى الله أو آمن بالله. وقد كبلت الخليقة البشرية، كبلت بطينها كما كبلت البهائم جميعا، وكبلت بشهواتها كما كبلت البهائم جميعا والحيوانات والجان كذلك. ثم نودي على الإنسان، نودي عليه وهو مكبل بتلك الغلائل جميعا، فإذا استجاب كان متقيا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. سمعوا النداء أن آمنوا بربكم فآمنا، سمعوا النداء من وراء الغيب، وكل نداء الوحي غيب، القرآن غيب، الإيمان بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام غيب. صحيح أنه شخص بشر عاش في التاريخ، ولا أحد من الكفار بل المسلمين، لا أحد من الكفار ينكر أن شخصا مر في التاريخ اسمه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولكن إيمان المؤمن به عليه الصلاة والسلام هو من حيث يوحى إليه، ينزل عليه الوحي، وهذا غيب. ولذلك معنى الإيمان بالأنبياء والرسل غيب وليس من عالم الشهادة، غيب، لأن لا أحد رأى جبريل عليه السلام وهو يحدث محمدا ويكلمه بالقرآن، لا أحد رأى ذلك، وإنما آمن الناس بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويترجمون ذلك الإيمان عملا، العبادة، وتاج العبادة الصلاة كما ذكرت قبل، تاج العبادة الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الصلاة هي تاج العبادة في الإسلام ورمز العروج إلى الله عز وجل، فمن صلى حقا كان صادقا في إيمانه مترجما عن إحساسه بما فيه من إيمان بالغيب، وكان بذلك ينتقل فعلا من ديار العادة إلى منازل العبادة. عادة اللهو والاستجابة للمتعة والشهوات والملاهي والاستجابة للغفلة والنسيان يخرق المكان ويخرق الزمان ويستجيب لنداء الغيب. المؤمن يبصر بآيات الله. قد تجد قافلة من الناس تمر في الشارع من الشباب في العشرينات، صلب الشباب، يلهون ويضحكون ويصرخون ويعربدون، لو نظرت إليهم خارج الزمان أخرق الأزمنة بعد 50 سنة
بسيطة 50 سنة تجدهم قد هرم بعضهم ومات أكثرهم، تاو فتيان وفتيات يرقصون يضحكون، لو نظرت إليهم على شاشة المستقبل تماما كما تنظر إلى شاشة الماضي، وذلك في علم الله سواء، نأسف فعلا على حياتنا أننا ننظر إلى الذكريات فقط ولا نتطلع إلى ما يأتي حقيقة. فكما تنظر إلى شريط حياتك في ذهنك ودماغك أو في شريط مصور مسجل، فكذلك يمكنك أن تنظر إليه الآن فيما يأتي ممكن، والاحتمالات في ذلك ليست كثيرة، بين احتمالين، بين هرم أو موت قبل هرم، ولا ثالث بينهما. ما وجد ولن يوجد إلى الأبد شخص عمر ولم يهرم، ما يمكنش طوال عمره صافي إلى الهرم وإلى الضعف، وإما أن يموت قبل الهرم وإما أن يموت مع الهرم وبعد الهرم. ربنا العظيم سبحانه وتعالى أعطانا القرآن بصائر نكشف بها الزمان فعلا، وننظر إلى الحقائق كما هي لا كما يغشيها عالم العادة. العادة تلهي وتغرق الإنسان وتنسيه، تخدره العادات الاجتماعية والمشاغل الحياتية، تخدر الإنسان أن ينظر إلى حقيقة الحياة تجري مثل النهر. وقديما قالوا في الحكمة القديمة، وإنها لحكمة فعلا، لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين، لا تستطيع أبدا أن تعيش اللحظة الواحدة مرتين، تعيشها مرة واحدة وكفى، وتحسب لك أو عليك، ولن تستطيع أن تعوضها إلى يوم القيامة، لا تستطيع. تقول سأحسن في وقت آخر، نعم باب التوبة مفتوح، ولكن ضاع منك ما سبق من أيام. وكان يمكن أن تحسن في الآتي وتكون قد أحسنت في الماضي، فتزيد فضلا إلى فضل. المتقي شخص عرف الحق، عرف الحق، وإذا عرفه حقا سيكون قد عمل به، لأنه لا يتصور في الدين من عرف الحق ولم يعمل به، لا يتصور. يمكن أن يعلمه، ممكن، ولكن لا يعرفه، لأن المعلومات لا تقود إلى العمل دائما. ولذلك قالوا كل علم ليس تحته عمل فهو باطل، باطل، فرب علم أفاد عمل ورب علم لم يفد عمل. وكثير من العلماء مع الأسف ليسوا بعاملين، وإنما الذي يجعلك تعمل المعرفة. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، الحديث الصحيح. والمعرفة أصلها المخالطة، لا يمكن أبدا أن تزعم أنك تعرف فلان إن لم تكن قد خالطته. قصة عمر في الشهادة وتزكية الشهود المعروفة العجيبة، حينما شهد بين يديه شاهد وهو يريد أن يقضي بين متخاصمين، فأراد أن يستوثق من شهادة الشاهد، ولكنه لا يعرفه، لا تقبل شهادة الشاهد إن لم يكن معروفا بعدالته، فطلب تزكيته، من يزكي هذا الشاهد؟ فجاء شخص من المسلمين وقال أنا أزكيه يا أمير المؤمنين. قال أتعرفه؟ قال نعم أعرفه. فسأله هل سافرت معه؟ قال لا. هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال له إنه لا يعرفك، يعني تحدث مع الشاهد، قال له إنه لا يعرفك، إيتي بمن يعرفك. المعرفة مخالطة، يمكن أن أعلم أن فلان، أعلمه فلان ابن فلان يشتغل في الوظيفة الفلانية أو في المتجر الفلاني، هذا قدر من العلم، ولكن حينما تخالطه وتدخل إلى عالمه تكون قد عرفته، فوصل علمك إلى حد المعرفة به، فتعرف مكامن القوة فيه ومكامن الضعف. ولذلك قلت المتقي من عرف الحق، أي خالط الحق واقترب منه وتلبست بشائره بقلبه. وإنما الحق هو الحق سبحانه وتعالى رب العالمين، فالله جل جلاله سبحانه وتعالى حينما يتعامل معه عباده الصالحون ويتقربون إليه ويقتربون من نعمه وفضائله ورحمته ويعرفونه على قدر أعمالهم وعلى قدر صدقهم وعلى قدر شوقهم وخوفهم، يتجلى لهم جل جلاله بأنواره، لا على طرائق أهل الخرافة والدجل لا طبعا، ولكن تجلى الرحمن سبحانه وتعالى
إنما يكون بما يقذفه في قلوب المتقين من إحساس بعظمته جل وعلا، حتى إذا ذكر وجلت قلوبهم. لا يمكن أبدا أن يوجل القلب من شيء لا تعرفه. جرب رأسك شي كلمة تذكر لك وتهز انت من بلاصتك، شيء واحد ديك الكلمة عندها علاقة بشي حاجة انت كتعرفها وكترهبك. فإذا لم تحرك منك ساكنا فأحد أمرين، إما لا قيمة لها وإما لا تعرفها. ولذلك إنما يرهبك ما تعرف سطوته وما تعرف قوته وعظمته، فإنما يخاف الله ويتقيه من يعرفه، أما الذي لا يعرفه فهو لا يعرفه. ولذلك مشكلة الشاردين عن باب الله، مشكلة اللاهين الغافلين، أنهم لا يعرفون الله. ولو عرفوه حقا لجاءوا هالعين تائبين باكين خائفين، وفي أقرب وقت لا يستطيعون أن يؤجلوا شيئا من ذلك إلى غد وإلى أي لحظة قريبة مهما قربت. فاتقاء الشيء تقوى، اتقاء الشيء معناه الحذر منه، تحذره تتقيه أي تحذره، رد البال عندي شيء أذيك، فهذا اتقاء. فإذا لا يمكنك أن تحذر شيئا أنت لا تعرف بأنه يمكن أن يؤذيك أو يضرك، وإنما تحذر ما تعتقد يقينا أنه يضرك. ولذلك إنما التقوى إحساس الخائفين من الله عز وجل، ولا يخاف من ربه إلا من عرف ربه وعرف سطوته وعظمته وجلاله. وما قدر الله حق قدره، هذه مشكلته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه جل وعلا. فإذا حصل هذا في القلب فعلا كان التعبير عنه بالعبادة رغبة ورهبة، كليهما رغبا ورهبا. ولذلك كانت الصلاة تاج العبادة في الإسلام، أول شيء يعرف به المؤمن صلاته، تاج العبادة في الإسلام، عماد الدين، خير أعمال الناس، وكلها عبارات مستقاة من أحاديث صحاح. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، في أحاديث كثيرة بصيغ كثيرة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد له سائر عمله، وفي رواية أخرى صحيحة ويكون سائر عمله على ذلك، أي على ما وقع من حساب في صلاته. لما؟ لأن الصلاة ليست حركة عادية، بل هي حركة عبادية. يجب أن يشعر المؤمن أنه بصلاته قد ودع العادات ودخل في منازل العبادات. يجب أن نحقق هذه القطيعة لندرك أننا نصلي فعلا ولنشعر بذلك. ويا لجمال العبد إذ يصلي لله عز وجل، شيء جميل جدا وعجيب جدا. ذكرت قبل إنها حركة الملائكة في السماء، فإذ تقوم أنت أيضا بحركة الملائكة فإنما معنى ذلك أنك ترتقي فعلا بمنازل العبادة إلى مصاف في الملائكة وتصف مع صفوفهم. ومن أعظم الأجر لدى العبد الذي نحقره ونغفل عنه كثيرا أن تهدي امرأ مسلما إلى الصلاة. المسلمون لا يصلون كثير مع الأسف، وهو فساد في الدين كبير، وليس سهلا، ليس سهلا أبدا أن تنقذ امرأ مسلما وتنتشله من طين العادة وتخرجه ليطير بجناحيه إلى منازل العبادة مع المصلين. شيء عظيم، لقد حققت أمرا عظيما عند الله. وإنما حال الذي لا يصلي كحال البهيمة غرقت في طين لا تكاد تخرج منه ولا تكاد تستطيع أن تخرج منه، وحل تخبط فيه بأرجلها وأذيالها ولا تستطيع أن تخرج. هذا حال من لا يصلي، كل من لا يصلي هذا حاله، طين وسخ حميء وحمأة يغرق فيها إلى ذقنه، ويحتاج إلى من ينتشله، يحتاج إلى من ينتشله. ولذلك فالذي يصلي ولا يدرك أنه فعلا يعيش حالة من الرقي الروحي والسمو الروحي
فهذا ينبغي أن يعيد تحقيق الصلاة في نفسه، فلعله تنسيه العادة وتجره العادة وتثقله وتجذبه إليها جذبا. الأرض لها جاذبية في بطنها وفي جوهرها، لها جاذبية، جاذبية طينية تجذب كل من ثقل جسمه وكل ما ثقل جسمه. حينما تخف من الأوزار والذنوب فإن الأرض لا تجذبك، نعم تجذب بدنك ولكن روحك تسمو، لا تستطيع الأرض أن تعتقلها. والدليل على ذلك الذي تقيس به نفسك وقدرتك على الطيران النداء. وزن رأسك بالمدن لما يود الصلاة من الفجر إلى العشاء، فإذا وجدت خفة ونشاطا وفرحا كأن بشيرا يبشرك إذ يقول لك حي على الصلاة حي على الصلاة، فاعلم أنك في منازل العليين وأنك قد استطعت أن تكسر أغلال التراب وأن جاذبية الأرض لا تتحكم فيك إطلاقا. أما إذا كان صوت النداء يأتيك كأنما يناديك من قبر وتجد ثقلا في بدنك تتوهمه في بدنك وإنما هو في نفسك التي ثقلت بأوزارها وأوساخها، فاعلم أن مشكلتك إذن أنك ما زلت مرتبطا بجاذبية الأرض، عليك أن تتخلص منها. هذا الامتحان هو سر قوله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. شيء عجيب جدا، وضعت أسرار تعبدية نورانية في فطرة الإنسان وأغرق في الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا، أغرقوا في الأرض وربطوا بجاذبيتها الترابية والمعنوية، ووضع الامتحان والميزان لمن استطاع أن يتخلص من جاذبيتها ويطير، ومن غارق كان من الهالكين. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله من ناره وغضبه وسخطه. المؤمن يبصر الحياة، فإذا أبصر الحياة ورآها زائلة أشبه ما تكون بالغيم، تفتح نافذتك في الصباح من منزلك وترقب الغيم آت، تتوقع تقول بعد نصف ساعة بعد خمس دقائق بعد ساعة تكون السماء قد تلبدت وغشيت بالغيوم، ويقع ما يتوقع عادة لأن الله عز وجل جعل لنا في أمور الدنيا علامات. ثم تمر الغيمة والسحب كأن لم تكن وتنقشع السماء أشعة وضياء. هذه الحركة التي تراها بعينك هي حركة الأرض نفسها التي تسكنها. خبرنا في الدين وفي العلم الطبيعي الدنيوي أن الأرض تدور، ولكننا ننسى كثيرا أنها تدور بنا نحن البشر، هذا ننسى. قرأوا في العلوم جميع الوثائق العلمية الأرض تدور، هذا أمر خطير جدا. إذا كان حقيقة علمية وهو كذلك فالأمر يجب أن يبعث في قلب المؤمن هولا وهلعا. الأرض تدور، إذن أنا أدور. معنى ذلك إذن أنك لا تستطيع أن تتحكم في زمانك ولو ثانية. حينما ترقب غروب الشمس تدرك السرعة العجيبة التي تدور بها الأرض، وكذلك حينما ترقب شروقها تلك أيامك تمضي بحركة دائرية رهيبة. لك دورات تدور لك وبك الأرض ثم ينتهي أجلك، دورات. أعمارنا معدودة بهذه الدورات التي هي الأيام والسنوات، نغفل ونظن أننا مقيمون على المتع. إنسان يكون في لحظة سعيدة في مأكلين أو مشربين أو زواج أو ميلاد أو أي شيء يظن في غفلته أنه مقيم على تلك السعادة، أبدا. أشبه ما نكون بشي واحد داير حفلة في الكار أو في القطار،
ما قيمة احتفال في القطار؟ لا قيمة له. إذا كان هذا القطار يسير وأنت تحتفل وغاية الحفلة وصول القطار، سيصل قريبا. إذن الأرض كلها قطار يجري يجري يجري، وتنفض أوراقها كما تنفض الأشجار أوراق الفصول، تنفض أوراقها، كل دورة كتنفض وتنبت وتنفض وتنبت، وهي كذلك إلى أن يأمرها الله عز وجل بأمره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخباره بأن ربك أوحى لها. الله عز وجل يأمرها وتخرج أثقالها من بني آدم ومن أعمال بني آدم. حينما يأتي حينها وإبانها تنتهي دورتها وتنتهي وظيفتها الدنيوية، ليعيد الرحمن عز وجل تشكيلها من جديد على خلق جديد وطبيعة جديدة، ليست كالطبيعة الأولى ولا كالخلقة الأولى، لأن الخلقة الأولى خلقة الأرض وخلقة السماء بنيت على وزان أجل محدود وهو زمان الحياة الدنيا الفاني. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فالإعادة إنما هي من أجل خلق كون وتكوين نشأ ليس قابلا للفناء. سماء خالدة وأرض خالدة وجنة خالدة ونار خالدة، نعوذ بالله من ناره وغضبه. المؤمن يبصر هذه الأشياء في حياته اليومية، القرآن ناطق بها، ولكن المشكلة أن الحياة اليومية أيضا ناطقة بها ولكننا لا نبصر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لا نبصر فعلا. الأشياء تمضي وتجري بسرعة، وإما أن تقتنص اللحظة وتستفيد منها وتعمرها بالزرع والغرس فيكون لك زراعا ويكون لك غراسا يوم القيامة، وإما بور. الصلاة عمران، عمران عجيب لكل الوقت، ولذلك كان التاج: إن كنت في المسجد فأنت مصلي وإن كنت خارج المسجد فأنت مصلي. هذا الحديث العجيب الذي ذكرته وما زلت أذكره وسأبقى أذكره ما حييت من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، مفتاح عجيب للخير، لخير لا تستطيع أن تحده بسنواتك ولا بعمرك إطلاقا. حديث الموطأ المروي في مسلم أيضا وفي غيره: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يعني شيء عجيب، اللحظات التي مرت في السيئات يمحوها الله عز وجل، يمسحها، يمحو الله به الخطايا، ثم بعد محو الخطايا ترتفع في المنازل والدرجات ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رباط، وقلت قبل إن الرباط اصطلاح عسكري، يعني الثغر الذي يحرس فيه المسلم ويرقب العدو من أن يهجم، تحرس عمرك من أن يثلبه الشيطان ويخربه عليك بانتظار الصلاة. الانتظار النفسي الوجداني وليس الانتظار البدني فقط. تنتظر الصلاة في المسجد حسن، ولكن يمكنك أيضا أن تنتظرها خارج المسجد، أن تنتظرها في عملك، في متجرك، في أي مكان كنت، ما دام قلبك معلقا بالمسجد عندما تخرج منه حتى تعود إليه، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق في المسجد، في رواية في المساجد، منذ أن يخرج منه حتى يعود إليه، أي منذ خرجت وأنت قد حملت هم الصلاة أنت في صلاة. وإنكم في صلاة ما انتظرتموها، يعني مدة انتظارك للصلاة أنت تصلي، تبيع وتشتري، تشتغل في تجارتك، تسوق سيارتك، تنام حتى النوم في بيتك من أجل أن تجد بدنا قويا على الركوع والسجود، فإنك في صلاة في نومك ذاك.
لكن ما الصلاة؟ ما معنى الصلاة؟ ذكرنا حديث المسيء صلاته الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد 3 مرات فكان يعيد. فحينما علمه النبي عليه الصلاة والسلام علمه الإطمئنان حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، عبارة نبوية تكررت في الحديث بشكل أو بآخر. طيب، يمكن للإنسان أن يتكلف الإطمئنان مع ذلك لا يكون قد صلى. ما معنى الإطمئنان؟ الإطمئنان ليس حركة بدنية بل هو حركة نفسية. حينما تطمئن نفسك يطمئن بدنك. إذا لم تطمئن نفسك أنت بين أحد أمرين، إما أن يستجيب البدن لعدم الإطمئنان فيضطرب، وإما أن يتكلف الإطمئنان ومع ذلك لا تكون مطمئنا. يجب إذن أن تبحث عن طمأنينة النفس حتى تكون من المصلين. ولا تطمئن النفس إلا إذا أحست أنها تصلي، وإنما الصلاة مناجاة الرحمن. في صحيح مسلم: وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. ذكرت الحديث أكثر من مرة، هذا الحديث يجب أن ننقله إلى منازلنا. قصدت قصدا أن أعيد هذا الدرس بصيغ أخرى. هذه عقبة كبيرة في المجتمع وفي أنفسنا، مشكلتنا كبيرة لأننا لا نصلي مع الأسف. الأصل أن تنقطع الحركة في المجتمع حينما يؤذن للصلاة، ما دام الغائب أكثر من الشاهد فلا صلاة. يجب إذن أن نحمل هم أنفسنا وهم غيرنا، فرب سفينة غرقت بفعل الغير لا بفعلك أنت. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ذلك قول الحق عز وجل. وما حديث السفينة عنا ببعيد، الذين ركبوا في أعلاها والذين ركبوا في أسفلها، وأراد الذين هم أسفل أن يثقبوا محلهم، فما على الذين في أعلى إلا أن يضربوا على أيديهم، فإن تركوهم غرقوا جميعا. نحن مسؤولون عن أنفسنا وعن أهلينا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكان يامر أهله بالصلاة. كم مرة قصدت الخروج إلى المسجد والتفت إلى زوجك: هل صليت العصر؟ هل صلى الأبناء العصر؟ كم مرة خرجت من بيتك فجرا وأيقظت زوجك وأمرتها أن ترقب أطفالك ليصلوا أيضا؟ أم أنك فقط تحمل هم نفسك؟ مسؤول أنت عن زوجك، مسؤول أنت عن أبنائك، كلكم راع، وكل مسؤول عن رعيته. أسرتك شعبك وأنت حاكمه، واجب عليك التربية. الأمر بالصلاة، وأمر أهلك، هذا أمر الرحمن رب العالمين، وأمر أهلك بالصلاة. يجب أن يكون حديثا يوميا لا تمل منه، كل يوم سل: هل صليتم؟ من صلى؟ من لم يصلي؟ وجازي الذي صلى من الأطفال، وأرهب من لم يصلي منهم بوسيلة من الوسائل التأديبية اللطيفة الحكيمة. وسائل تأديب الأطفال يعني كثيرة، كيمكن تأدبوا ما تشريلوش، تأدبوا ما تلعبش معه، ذاك النهار لعب مع أخوه، شيء عجيبة مؤثرة نفسيا. ويمكن أيضا إن بلغ من السن ما يجعله قابلا للضرب أن تضربه ضربا غير مبرع، ضرب لطيف، وذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الأبناء الصلاة: 70 واضربوهم عليها 10. لكن الضرب طبعا ضرب غير مبرع، ضرب تأديبي تربوي، واللي علم أولاده الضرب قبيح راه ما كيتربوش، بالعكس تماما النتيجة معكوسة كتعطي. واللي ما ولفهمش الضرب راه نهار كيدير يدو فيهم بواحد شكل خفيف، ماشي كيألم، غير كتفهموا باللي ضربتو، ماشي كتحرقوا الضربة، لا ما كيرضاش، كيتضرب نفسيا ماشي بدنيا. وهذا هو المهم في الضرب، أن يعني يحس بأنه قد غضبت عليه وقد أهنته لأنك قصدت أن تضربه. في الحقيقة أنت ما ضربتوش، واحد ضربة خفيفة أنت ما ضربتوش، قصدت أن تضربه، معنى ذلك أنك قد غضبت عليه وأهنته، وذلك أقسى عقوبة. لكن إلى مولفك تجلده أمره ما يحس، الجلد ديالو صافي يولي بحال الحديد، يفقد الحس، يتبلد حسه، بل ربما هذه معروفة حتى في علم النفس، يجد لذته في أن تضربه
وهذا مشاهد رأيناه بعيننا. بعض الحين كتلقى الطفل كيعاكس هو براسو، ما عرفش راسو شنو وقع له، كيعاكس باش ياكل العصا وما يلقى راحته حتى ياكل العصا. هاد النوعيه ما عندك ما تدير بها. والسبب الاباء هما كيبلغوا الابناء لهذه الحاله النفسيه السيئه بالضرب بسبب وبغير سبب. واذا ضربوا ضربوا بشكل وحشي، هذا ظلم وليس بتربيه. وانما التربيه في العربيه التنميه، هذا معنى ديال التربيه. ربى الشيء يربو نمى ينمو، فانت تربيه يعني تنميه، كتكبره، ماشي كتكبر له القلده ديالو، كتكبر له الاستعدادات النفسيه والمواهب الروحيه الايمانيه والخلقيه، كتنميها بحال كتسقيها بالماء، بحال شي شجره كتسقيها بالماء. هذه تربيه. وكثيره هي المعاني التي بلغت بالاشارات وليس بالعبارات. يجب ان تكون الصلاه اول شيء يتلقاه الاطفال من التربيه في المنزل. بيت المصلي تعمره الصلاه، حركته صلاه، مطبخه صلاه، كل مرافقه صلاه، حتى الحمام دياله. النبي عليه الصلاه والسلام كان في اختلائه، دخوله الى الخلاء وخروجه من الخلاء مصليا، يعني بالمعنى يذكر الله اذا دخل ويذكر الله اذا خرج، فهو في صلاه، في ذكر دائم ابدا. اللغه المستعمله في البيت يجب ان تكون هي لغه الصلاه، فللصلاه لغتها. ولا يمكن آنئذ باذن الله الا ان تزهر الاسره ابناء صالحين الا ان يشاء الله، وبعد ذلك فوق طاقتك لا تلام. اما ان تضرب صفحا عن البيت، ما معاشروش، ما كتعرفوش، هذا شيء خطير ان لا تعرف ابنائك. وفعلا الحياه الماديه الجديده خطيره جدا، تسرق الرجل من بيته، وتسرق المرأة من بيتها، وتسرق الأطفال من أسرتهم ومن والديهم وآبائهم. ما تخليش لحياتك تسرقك من البيت ديالك. أعطي لبيتك وقته وحقه، وعيش مع أطفالك، اسألهم، حدثهم، استمع إليهم، وحدث زوجاتك أمامهم كثيرا كثيرا كثيرا. راه الحديث ديال الزوجين أمام الأطفال كيربي الأطفال بلا ما تقصد أنت. أما مخاصمة الزوجة أمام الأطفال فيخرب الأطفال ويدمرهم. فإذا كانت الأجواء نظيفة في البيت، كان هذا البيت مصليا. وامره لك بالصلاة واصطبر عليها. زيادة الطاء في لفظ الصبر أمرا، واصبر واصطبر دال على قوة الفعل والإصرار، الإصرار عليه. يعني تصبروا وتصبروا، ما معناه؟ كل يوم، يعني أن تديم الصبر عليها، تديم الصبر على الصلاة وتديم الصبر على الأمر بالصلاة. الله أكبر. الصلاة إذن صفة، صفة، صفة نفسية وإحساس وجدان. إذا وقر في قلب العبد كان مصليا، وكان مطمئنا، وكان مناجيا ربه في صلاته، ثم كان مربيا. يكفي أن تكون مصليا بهذه المعاني، وتصلي ركيعات بمنزلك يتربى بها أطفالك ويتأثرون. ولذلك قلت وما زلت أقول، الصلاة حركة، حركة في المجتمع. ولذلك أوجب الله عز وجل صلاة الجماعة، قلت أوجبها الله. أنا أعلم فعلا أن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، صحيح، ولكن مؤكدة سنة بالجزء فريضة بالكل. معنى ذلك الأذان، الأذان مندوب، ليس فرضا ولا واجبا، ولكنه سنة مؤكدة. ولكن العلماء قالوا إذا أجمع أهل مصر على تركه قوتلوا عليه. تفقوا شي مدينة ما يأذنوش، صوم يتقتلوا باش يأذنوا، فهو إذن مندوب بالجزء. ما واحد جامع أذن ولا ما أذنش، الأذان أفضل طبعا، ولكن إذا لم يؤذن وصلي صلاة صحيحة. لا تتوقف صحة الصلاة على الأذان، تتوقف على دخول الوقت، ولكنه بالجملة أمر واجب، يعني خصو يكون في البلاد عموم كيتقلوا. مندوب بالجزء واجب بالكل، كذلك صلاة الجماعة. واحد مرة الإنسان ما جاش الجامعة لسبب من الأسباب، له عذره، لغير سبب عجز وكسل أساء
أساء، ولكن صلى بوحده صلاة صحيحة ومجزئة تنقص عن صلاة الجماعة ب25 أو ب27، ولكنها صلاة مجزئة. طيب إذا داوم على ترك الجماعة، هذا أمر خطير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة متواترة من حيث معناها، أهم يتدرس هذا في علم أصول الفقه كي يسميه هم النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما هم بأن يفعله ولم يفعله، بغى يديروه ما داروش، هم بأن يحرق منازل المتخلفين عن الصلاة بما يدل على هول ترك صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن الصلاة حركة في المجتمع، خص من اللي وقع الأذان الناس يخرجوا، وهما غادين فين؟ غادين غادين للجامع، راجعين منين؟ راجعين من الجامع، باش الإسلام كيبقى في البلاد. صوروا الناس ما كيجيوش للجامع، ما يبقى حتى واحد مسلم، بقوا غير السميات. وهذا الذي حصل لبعض البلاد الذين مع الأسف لسبب من الأسباب منعوا من مساجدهم أو غلقت أو ناسوا ذلك. البلاد اللي طحنتها الشيوعية أوروبا الشرقية حل بوسنة والهرسك زمانا، حل تركيا أيضا ما وقع لها في زمان كمال أتاتورك، بدلوا لهم الأذان من العربية ردوا لتركيا، وتراخى الناس عن المساجد شيئا فشيئا حتى خربت وحولت مساجد أخرى بلاد الإسلامية المستعمرة اللي استعمرها الاتحاد السوفيتي البائد، حولت إلى متاحف وإلى استبلات. مع الأسف نسي الناس دينهم. المسجد هو الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني الجبهة التي تقاتل فيها العدو الذي يريد أن ينتزع منك دينك، فهو إذا المربط اجتماعي يحفظ الدين للناس. ولذلك وجب أن يتحرك المسلمون إلى الصلاة إلى المساجد. بعض الشباب يكون العقل ديالو صغير بحال التقيبة ديال الليبرا، يقول لك ودي، وهذا سمعته كثيرا، خطبة الجمعة هذه المرة راه غير مصيفطها وزارة الأوقاف ما نمشيش للجامع. غلط كبير، غلط كبير. أو الخطيب الفلاني غير كي يعود الخريف ما نمشيش للجامع، ما نصليش، نصلي غير في الدار. غلط كبير، لأنه أنت ما تمشيش وأنا ما نمشيش والآخر ما يمشيش، معنى ذلك أن الجمعة مشات. من المستفيد؟ الأعداء. تمشي وخا ما تسمع والو، سير للجامع، شد مضعك حتى يجيب الله اللي يسمعك. الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، راك شد المضع. لما نشد المضع للجيل اللي جاي، لولادك وولاد ولادك، انت مسؤول باش تشد مضعك في الجامع، باش ولدك يعرف بان كانت عندك مضعك في الجامع نهار تمشي انت هو يشد بلاصتك. فقلت النظر ديال بعض الشباب كيكون قصير، كيشوف غير على قد ضلو، والمؤمن مطالب بان يبصر. وهناك قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ومع الأسف كثير منا عامون، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.